في بلدنا الاقتصاد قايم على عناصر كتير، أهمها الصناعة والتصدير. عالم كتير مننا ما يعرفش عنه أي حاجة، ناس بتشتغل وبتعافر وبتنتج وبتصدر حاجة كده تشرفنا في العالم كله. أنا من خلال رحلتي في الكونتينر اكتشفت حجم وتقل الصناعات المصرية. خلوني فخور ومتفائل ببكرة أكتر وأكتر. ومن الحاجات اللي شفتها وبهرتني فعلا، مصنع خبرة 30 سنة في تصنيع جميع أنواع الأتوبيسات وبمختلف أحجامها، ومنهم أتوبيس كان مفاجأة ليا بصراحة، زي ما أنا متأكد إنه هيبقى مفاجأة لكتير من حضراتكم. مش مصدق؟ طب تعالى اتفرج. حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر الرئيسي حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. كل بلد في الدنيا بيبقى ليها رموز كده معروفة بيها، أيقونات زي ما بنقول، حاجة أول ما بنشوفها بتعرف إنك في البلد الفلاني. ممكن تبقى أثر زي الأهرامات عندنا، أو مبنى زي برج خليفة في دبي، أو حتى أكلة زي البيتزا الإيطالي. إنجلترا بقى عندهم أيقونات كتيرة، منها الأثري ومنها المعماري، بس هم كمان معروفين بوسيلة مواصلات معينة، الأتوبيس الأحمر أبو دورين، ومنتشر بالذات في لندن، والأتوبيس ده هو الأساسي في البلد كلها. تخيل بقى إن الأتوبيس ده ما بيتصنعش في إنجلترا، تخيل كمان إنه بيتصنع هنا في مصر من صنع إيدينا، وبنصدره لهم في الكونتينر. مدينة الصلاحية الجديدة اتبنت في أوائل الثمانينات، في النص بالظبط بين القاهرة ومواني بحرية عملاقة زي الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، يعني موقع مثالي للإنتاج والتصدير. وفي سنة 94 بدأت في قلب مدينة الصلاحية حكاية مصنع مختلف، مصنع MCV. أكتر من 9 مصانع بيصنعوا كل أشكال الأتوبيسات اللي ممكن تخطر على بالكم، من الميكروباص للأتوبيسات السياحية الفخمة. ولكن نجم المصانع هو اللندن باص، الأتوبيس اللي أول ما تشوفه تعرف أن أنت في لندن، الأتوبيس الأحمر أبو دورين، طلع صناعة مصرية. الأتوبيس ده وغيره من الأتوبيسات عملية تصنيعهم معقدة جداً، وبيدخل فيها عناصر كتير، يمكن دي تكون من أعقد الصناعات اللي زرتها لحد دلوقتي، ولكن كالعادة بتبتدي بخطوة بسيطة جداً. هنا المصنع المسؤول عن تصنيع أجزاء الأتوبيس. كل أتوبيس بيتصنع له هنا في المصنع ده من 700 جزء إلى 1000 جزء حسب الأتوبيس، يعني ميني باص ممكن ياخد 700 جزء من المصنع ده، الباص ممكن ياخد حوالي 1000 جزء. احنا عندنا مكانتين ليزر، دي واحده منهم. دي مكنه ليزر دي بتشتغل صاج ومواسير في نفس الوقت، يعني هي دلوقتي شغاله في صاج في نفس الوقت، اي فتحات بتعملها برده زي الروبوت كده بتنزل لها البرنامج وهي برنامج وتشتغل زيه. دي المواسير اللي بتكون جزء من وصله الشاسيه. اوكي، بس المكنه الليزر هو اللي بيعمل الفتحات، هو اللي بيعمل الفتحات. ده متهيألي ما كانش بيتعمل يدوي برده زمان، كان بيتعمل بالبلازما اليدوي، في بلازما يدوي بيتفتح، بس طبعا بيبقى فيه رايش وما بتبقاش الابعاد بنفس الجوده، ما بتعرفش بنفس كده. المكنه دي جودتها بتوصل للمايكرون، المايكرون هو جزء من الملي. لا، وهتلاقي كل القطعه هي زي بعض زي نفس الجوده، لان ده بيعدي منه الكابلات، وعلشان كمان ما يقطعش الكابلات، ما يقطعش الكابلات طبعا. برافو. الاجزاء اللي بتتم تصنيعها وقطعها بالليزر بتروح على مرحله التجميع. احنا في مصنع اللحام بعد الاجزاء ما انتهى تصنيعها في مصنع الماكينات، بتيجي لمصنع اللحام عشان تتجمع على الجيجات او الفرم، كل جزء بيروح في المكان بتاعه زي ما حضرتك شايف هنا، بيبدا العامل يرص الاجزاء كلها. الجيج دي اللي هي اللبني، والمنتج ده اللي هو الحديد الاسود، ده بيبقى زي الدليل، ده الدليل، يعني هو بيرص كل القطع عليه. الاتوبيس يبقى الجنبين جنبين، وش وظهر، وش وظهر وساق وارضيه. بس قبل ما نجمع هيكل الاتوبيس عرفت معلومه مهمه جدا عن العاملين في مصنع MCV. عندنا مركز تدريب للحامين، وعندنا مدرسه، المدرسه دي مش بتدرب بس اللحامين، بتدرب اللحامين والناس اللي بتشتغل في الدهان وفي الكهرباء. المدرسه فيها حوالي 450 طالب. مدرسه بجد يعني؟ مدرسه مع بالاشتراك بيننا وبين وزاره، بتدي شهاده بالاشتراك بالتعاون بيننا وبين وزاره التربيه والتعليم، زي الصنايع زمان كده، يعني من بعد الاعداديه بيجي لك الطالب. تمام. لو هو حب بيجي لي بيدخل عندي بيشتغل في المصنع 3 ايام ونظري يومين، وبيتدرب ويخرج معاه شهاده
وبيتعين عندنا بخبره، يعني انا العامل اللي الطالب اللي بيتخرج من عندنا بيجي بشهاده خبره 3 سنين وبياخد مرتب اعلى. ما شاء الله. ده عشان نضمن ان احنا نجيب عماله مهره متدربه جوه المصنع لمده 3 سنين عشان نحافظ على الجوده زي في اماكن حساسه زي اللحام والدهان والكهرباء. نرجع بقى نجمع هيكل الاتوبيس. بعد ما كل الاجزاء اتلحمت وخلصت وتراجعت جوده، بيتراجع ويطمن كل اللحامات تمام وكل الابعاد وطبق الرسم الهندسي، بنبدا نجمع الاتوبيس بالشكل النهائي اللي انت شايفه دلوقتي. هو دلوقتي بدا يبقى شكله يبان فعلا الاتوبيس. بس انت هنا بعد الجنبين والسقف والارضيه وبركب الوش والظهر، ببدا اعمل اللحامات بثبته في الفرمه وابدا الحم بالشكل اللي حضرتك شايفه دلوقتي، ومن هنا بيخلص كل البادي بتاع كل اللحامات. في بعض الاجزاء بتتلحم بعد المرحله دي. حلو. بس اجزاء التجليد بسيطه وبعدها الاتوبيس بيروح يتعالج ويكمل مراحله في باقي المصنع. بس الاتوبيس مش كله حديد وصاج، في جزء كبير منه بلاستيك بالذات من جوه. ام سي في بقى عندهم مصنع كامل لانتاج البلاستيك ده اللي هيتركب جوه الهيكل المعدني. احنا هنا بنجيب الشيت بنحطه على المكنه ونبدا نشغل السخانات اللي فوق دي، وفي سخانات تحت. حلو. درجه حرارتها بتوصل ل 220 عشان توصل كده. هو بيبقى طري قوي تعرف تشكله، ينفع نشكله. بعدها المولد بتطلع وبيحصل فاكيوم بيسحب الشيت. حلو. بيوصل للشكل النهائي اللي هتشوفه دلوقتي. طب هو بيبقى بدرجه حراره كام عشان يتشكل كده؟ الشيت السخانات 220، الشيت نفسه بيوصل ل 100. بيوصل ل 100. ايوه. ودلوقتي خلاص الشيت وصل درجه حراره. هيبدا المولد يطلع، يحصل فاكيوم يسحب الشيت بتاعه. حلو قوي. يعني تقريبا من اول ما بيبقى الشيت كده لحد ما بياخد الشكل ويطلع دقيقتين ونص. المكنه دي احنا اشتريناها. دي اشتريناها، بس المكنه اللي الناحيه الثانيه احنا صنعناها في ام سي في. المكنه دي في منها واحده اكبر واحدث، متصنعه في مصر في مصنع ام سي دي. احنا كان عندنا احتياج ان احنا نعمل اجزاء اكبر وفي وقت اقل و بباور اقل، فاحنا صنعنا المكنه اللي حضرتك شايفها قدامك. لا معلش ثانيه واحده، عشان دي حاجه مش تتقال كده، دي حاجه مهمه. هو المكنه دي احنا اللي مصنعينها. احنا عندنا قسم صيانه قوي مصنع اكتر من مكنه، دي يعتبر اكبرهم. المكنه دي بتشتغل على شيت 3 متر في 1.5، اكبر من اللي حضرتك شفتها. الناحيه الثانيه دي بتشتغل على 2 متر في متر. عدد السخانات هنا 500 سخان، بقدر اتحكم في كل سخان عشان اوفر طاقه. حلو. لا برافو بصراحه، انا فخور بيها جدا يعني. تمام. وشكلها حلو، الوانها حلوه كمان. طبعا. يلا. بعد ما المكن قطع، الروبوت بيشيل الزيادات وبيخلص شكل التصميم. بعد مرحلة التشكيل على المكنة اللي احنا شفناها، بتيجي الأجزاء على الروبوت عشان نبدأ نقطع. احنا ليه بنشتغل على روبوت؟ لأن احنا في ام سي بي، عشان نقدر ننافس في الأسواق العالمية بيتطلب مننا معايير جودة معينة ما أقدرش أنزل عنها. حلو. يعني أنت لما كنت زمان بتقطع يدوي كان كل قطعة بتطلع شكل طبعًا غير التاني، في فروقات طبعًا. لكن الروبوت بيخليك تطلع كل القطع زي بعض بالظبط. كله زي بعض بالظبط 100%. طيب وهل هو بيبقى برنامج بتدخله على الروبوت بتدخله الرسم وهو بيطلعها؟ احنا عندنا إدارة مخصصة للتكنولوجيا هي اللي بتكريت البرامج، بيدخل الرسم الهندسي على الروبوت هو بيبدأ ينفذه أكوردنج للرسم الهندسي بتاعنا. طيب سؤال كمان علشان الناس تبقى فاهمة، القطعة دي بالظبط بتبقى انهي قطعه في الاتوبيس؟ قطع الاي بي اس عامه بتبقى في الصالون الداخلي، بتبقى في منطقه السواق، الهيدر الاعلى السواق، جناب الاتوبيس، يعني الجزء اللي هو بيبقى قدام السواق وفوق كل الاي بي اسات اللي حوالين السواق. هي دي القطعه اللي احنا بنعملها هنا. برنامج الكونتينر الرائع الرئيسي حديداز، خبراء صناعه الصلب في مصر والشرق الاوسط. برنامج الكونتينر الرائع الرئيسي حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. كده عناصر الأتوبيس جاهزة للتجميع، بس وإحنا في المصنع لقيت نفسي جنب هياكل الأتوبيس غير اللي شفناها في الأول خالص. باشمهندس هنا ليه الأتوبيس شكله مختلف شوية؟ يعني حاسس الماتيريال مختلف غير اللي إحنا شفناه. تمام، لأن الأتوبيس ده متصنع من الألومنيوم، لأن الأتوبيسات اللي إحنا شايفينها دي أتوبيسات فول إلكتريك. أوكي. تشتغل بالكهرباء، فلازم وزن البودي يبقى خفيف عشان الشحنة تديني رينج أكبر، تخلص بسرعة. آه. بجمعها وبجمع الجنبين والسقفين، لان في سقفين. أوكي. والوش والظهر ببدا اجمعهم هنا. حلو. يعني انت على حسب، يعني حسب السوق وحسب متطلباته باي مواصفه. احنا بنصدر لهونج كونج، لافريقيا، لاوروبا، لدول الخليج. ايوه. وفي مفاجاه في مارس، بس مش هينفع اقولها دلوقتي. مش هينفع نخليها في مارس ولا. طيب بعد ما خلصنا الاتوبيس بيروح على مرحله التجليد اللي هنشوفها دلوقتي. يلا بينا. يلا بعد تجميع عناصر الاتوبيس الاساسيه ممكن بقى ندخل نتفرج عليه من جوه. لا
انا عاجبني ان هو بدا يبان بقى ايه شويه بشويه شكل الاوتوبيس بدا يبان والمراحل الجايه هيبان اكتر. وانت كمان قلت لي ان انتوا بتعملوا اللي ده بيبقى مفتوح خالص كمان اوبن توب على الاحتفالات حسب طلب العميل يعني احنا عملناه قبل كده اوبن توب ان شاء الله تعملوا واحد بقى واحنا بنكسب كده ايه يعني كاس العالم او نكسب كاس افريقيا او اي حاجه. طبعا الاوتوبيس كده لسه فاضي من جوه، لازم الكراسي والمقابض التكييف والنور والاكسسوار الكامل، بس قبل مرحله الاكسسوار دي يدخل على مرحله مهمه جدا. طيب باشمهندس انا يعني انا عارف ان احنا بنتكلم على اوتوبيسات فده بيبقى محتاج مساحات كبيره، بس ما شاء الله برضو المصنع يعني لو ده بس قسم الدهان فانا حضرتك تكلمنا عنه لانه انا شايف ان هو برضه ما شاء الله اكبر من العادي بكتير. ده فعلا اكبر مصنع دهان في الشرق الاوسط، احنا عندنا 32 كابينة دهان. ده بجد؟ ده بجد، قسم الدهان ده بيبقى هو البوت النيك، او لو انت عندك القسم ده قوي انت مش هيبقى عندك مشكله انك تنتج اي عدد من الاوتوبيسات. حلو قوي، طيب 32 كابينة ده معناه ان انت ممكن تعمل 32 اوتوبيس في نفس الوقت ولا الكابينة؟ لا الكابينة بتبقى كابينة رش وكابينة تكفيف، ممكن لحد 16 اوتوبيس. اللي هي زي الفرن يعني، زي الفرن زي رش وبعدين تخش الفرن. تمام، احنا برضو بنصمم اللوجو للعملاء، عندنا إدارة جرافيك قوية بتصمم حسب متطلبات العميل. حلو، وبيبقى الشكل النهائي وبيتراجع طبعا مراحل الكواليتي بتاعته، وبعدين الاوتوبيس بيبقى جاهز يخش على مرحله التشطيب النهائي للاوتوبيس اللي هنشوفه. يعني كده خلاص فاضل مرحله والاوتوبيس يطلع بقى، وبعدين الاوتوبيس يطلع نهائي للاختبارات ان شاء الله. بعد ما الاوتوبيس بياخد لونه بيجي دور تركيب اكسسواراته كامله واحده ورا الثانيه. انا جيت معاك في مشوار طويل قوي كده ما شاء الله، كان كله عمال 11 محطه زي النحل ما شاء الله. 10 محطات، قول لي بقى ال 10 محطات كده بالراحه. تمام، واحدة واحدة. اول محطه دي لتركيب الاجزاء الكهرباء، الضفاير والوصلات بتاعتها. حلو، بعدين بركب الازاز بتاع الاوتوبيس، بس ده بيبقى في الورديه. ان كل الازاز ده من دكتور جريش. تمام، يعني هو من برضه مصر. احنا في مصر بنشتغل مع حوالي 600 لوكال سبلاير. حلو، في 600 حد يعني 600 مورد محلي بنشتغل معاه في مصر. عشان بس لما بنسمع كلمه انه لا ده مستورد، لا خليك ده مصري مش عارف ايه، ما نصدقش الكلام ده. بص الازاز محلي، الاي بي اس احنا بنصنعها عندنا، الوردمانات دي احنا بنصنعها من هنا، الكتروستاتيك عندنا، الفورمايكا دي احنا بنصنعها عندنا. بيوصل المحطه اللي احنا فيها دي اخر محطه، بيكمل باقي الاجزاء وبيراجع كواليتي، والعربيه بتبقى تحتنا هنا في مجرى. بالعربيه بتدور وبتتساق بعدها لمنطقه الاختبارات. حلو كده، يعني كده خلاص انا دلوقتي ممكن اسوق الاوتوبيس بس انا اعمل اختبارات. تمام، انا اعمل اختبارات خلاص يطلع الشارع. تمام، والاوتوبيس ده سيمي فينيش، يعني في بعض الاجزاء لسه بتتثبت. على نهايه اليوم يبقى خلص وهيتحرك بعدها. بنطلع بعد التجميع على اغرب مرحله من مراحل الاختبارات. كل محطه وكل جزء بيتصنع بيعدي على مراجعه جوده او كواليتي تشيك، سواء كواليتي جيت او كواليتي كل الاجزاء في مصنع في المصانع المختلفه. احنا دخلنا دلوقتي واحده احنا بقى في مرحله من مراحل الجوده. أيوه، بنطمن الاوتوبيس ما فيهوش اي تسريب، والاوتوبيس سيلد. مش هيسرب ميه. احنا طبعا بنصدر لانجلترا والهونج كونج والاسواق مختلفه فيها مطر شديد، ما فيش اي ميه تخش جوه اي حاجه. لا لا، هو الاوتوبيس بس اللي هيبقى عليه ميه من بره، لكن جوه مش هتدخل. فزي ما قلنا ان احنا عشان نوصل المرحله دي كل جزء ركب او بروسيس اتعملت حصل عليها مراجعه جوده، ودي مرحله بعد الاوتوبيس ما زي ما شفنا وخلص قسم التشطيب بيخش مرحله الاختبارات، بيتعمل له شاور تيست اللي احنا فيه. ده الشاور تيست. تمام، بيتعمل له اختبار لضبط الزوايا، بيطلع طريق بيطمن فيش اي مشاكل في الطريق، اصوات او اي مشاكل في على الطريق، بيخش يطمن يختبر التكييف، الاير فلو، بيطمن ان هو مظبوط، بيختبر الزوايا والزوايا الاضاءه بتاعت الفوانيس الخارجيه، بيختبر كل حاجه. بعد ما يطمن ان مفيش اي مشاكل الاوتوبيس ده جاهز انه يتسلم او يسافر حسب السوق اللي هو رايح. طيب وانت بتعمل اختبارات الجوده دي بنسبه 100%؟ يعني بنسبه 100%، كل اوتوبيس بيعدي اختبارات الجوده بنسبه 100%. بجد ايه العظمه اللي شفناها دي؟ شيء مشرف لاي مصري ان صناعه بالحجم ده وبالمستوى ده تكون خارجه من عندنا. ام سي في مش بس بتصنع وبتصدر اوتوبيس لندن ابودورين. ام سي في اسسها المهندس كريم غبور سنه 1995. الرينج اللي احنا شفناه من الباصات كان الهدف من الشركه ان احنا نقدر نتواجد في كل الاسواق. المصنع ده بدا بمصنع واحد، مصنع اللي كان في منطقه اللحام سنه 95. النهارده شفت 10 مصانع ما شاء الله. ال 10 مصانع منهم 5 مصانع رئيسيه وخمس مصانع مغذيه. احنا بندي في اوروبا، بندي انجلترا. حلو. وبندي فرنسا
وفي حاجه شغالين فيها يعني هيتم الاعلان عنها قريب. أيوة في اوروبا. أيوة المفاجاه دي بتاعت مارس لسه. أيوة بس مش عارف نقول دلوقتي بالزبط. في مفاجاه كبيره ام سي في عاملاها في مارس ان شاء الله يبقى مكان وقتها هم هيقولوا اكيد. فرحت اخيرا ان بقينا نصدر للصين اي حاجه. يعني دايما احنا معلوماتنا بالظبط احنا بناخد بس كل حاجه من الصين فاخيرا بقينا بنديهم حاجه يعني بندي للصين وبندي سنغافوره. وده ماركت صعب برضه. ماركت صعب لان معاييره وشروطه صعبه جدا ان احنا ندخله. بيدخل ضمن تصنيع الاتوبيس 60% خامات من مصر. مصريه. احنا يعني مش بنحط في الباص الا من بره مصر الا الاكسات والموتور والات الجر. لكن اي حاجه تانية بتاعتنا. في الباص صناعه مصريه. ام سي في تقريبا فاتحه اكتر من 10,000 بيت ما شاء الله. يعني ده بمجهود المهندس كريم وان هو رؤيته الحقيقيه للشركه. كل الاتوبيسات دي بتخرج من هنا لشوارع العالم كله وهي مكتوب عليها صنع في مصر. من هنا من مصر في الكونتينر. الخواجة اشترى مواصلاته والاتوبيس ابو دورين من عندنا والمصريين بقوا بيصدروه من المينا هنا لشوارعهم. في اخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر الاف الكونتينرات المتحمله ببضاعه من صنع ايدينا بتسافر لكل بلاد العالم. سيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في المصري. مسافه ما شفنا حكايه الكونتينر ده الاف الكونتينرات التانيه اتحملت بعشرات المنتجات المصريه وبتشق طريقها في البحر والارض والجو علشان تتعرض في الاسواق العالميه. ايه هي المنتجات دي وايه حكايتها؟ ده اللي هنقوله في حلقات جايه من الكونتينر. برنامج الكونتينر الرئيسي حديداز خبراء صناعه الصلب في مصر والشرق الاوسط. برنامج الكونتينر الرئيسي حديداز خبراء صناعه الصلب في مصر والشرق الاوسط.